أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية مع الصحف المحلية ونطالع من صحيفة الأهرام. الرئيس يقول حافز إضافي للمزارعين لزيادة توريد القمح. توفير التمويل لإنشاء المفرخات السمكية والتوسع في إنتاجية اللحوم والألبان. السيسي يوجه بمواصلة استكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر في مجال الزراعة والغذاء. وفي صحيفة الأخبار رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان. وافتتاح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر. تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج البترول والغاز. والملا يقول زيادة قدرات مصافي التكرير وتأمين احتياجات السوق. وفي صحيفة الجمهورية مدبولي والمصلحي بحث موقف المخزون الاستراتيجي وصرح اطمئنوا أسعار مخفضة في معارض أهل رمضان لتخفيف أعباء المواطنين. السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة للدولة قبل حلول الشهر الكريم. رغم تقلبات سعر الصرف عالميا الجنيه يحافظ على استقراره أمام الدولار. أما في صحيفة اليوم السابع وزارة التموين تعلن وصول 189 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني خلال أيام. الأسعار تتراجع وجهود لضبط الأسواق مستمرة. 100 قافلة تجوب القرى بمنتجات معارض أهل رمضان في المحافظات واجتماعات مكثفة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ب30%. الصحة تعلن انتهاء ذروة الموجة الخامسة لكورونا وتطالب بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية. أما في صحيفة القبس الكويتية قصف ليافوروف رسالة روسية للنيتو. أبعد الهجمات غرب أوكرانيا منذ بدء الحرب وقرب حدود بولندا. الحرس الثوري يقصف أربيل ب12 صاروخا باليستيا. الهدف هو الانتقام لمقتل قياديين في سوريا وتعليق المفاوضات النووية. إسرائيل تخشى هجوما بالصواريخ والمسيرات. والوزاري العراقي للأمن الوطني يقول هجمة أربيل اعتداء على مبدأ حسن الجوار. أما في صحيفة الشرق الأوسط واشنطن تتجه لتزويد بغداد وأربيل بقدرات دفاع صاروخي. استنكار واسع للهجوم الباليستي الإيراني على عاصمة إقليم كردستان وإعلان قائمة المرشحين في انتخابات لبنان. أنباء عن مفاوضات بين حكومتي ليبيا برعاية أمريكية وأممية والدبيبة وبشأغا ينفيان. توتر في القدس يسبق أعياد اليهود. أما في صحيفة الاتحاد الإماراتية روسيا وأوكرانيا تقول تقدم كبير في المفاوضات والأزمة تهدد السلع والمنتجات العالمية. التحالف يصرح تدمير 8 آليات للحوثيين في مأرب وجهود أمريكية لعقد مفاوضات بين بشأغا والدبيبة. مقتل 200 إرهابي في الصومال. وتحت مطرقة الأزمة المالية المدمرة الشباب اللبناني يهجر التعليم إلى العمل. أما في صحيفة الدستور الأردنية الهيكل المزعوم تدعو لاقتحام الأقصى بشكل جماعي الأربعاء والخميس. الاحتلال يصادق على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة بالقدس. موسكو تصرح قوافل السلاح إلى أوكرانيا هدف مشروع للقوات الروسية. وإلى الصحف العالمية نقرأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. رغم توسع النزاع في الأيام الأخيرة جلسة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم. مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 بعد إصابة قذيفة مبنى سكني في كييف. 12 صاروخا باليستيا إيرانيا يستهدف أربيل العراق والقنصلية الأمريكية. كوريا الشمالية تستعد لاختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. أما في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إيران تهاجم عاصمة كردستان العراق بصواريخ في تحذير واضح لأمريكا والحلفاء. والحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤولياته عن الهجوم. الرئيس الأوكراني يطالب حلف شمال الأطلسي الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده.
وموسكو تتهم الغرب بفرض عقوبات مالية عليها للتخلف عن سداد الديون الروسية. وفي صحيفة الجارديان البريطانية، أمريكا تدين الهجوم الروسي على قاعدة أوكرانية قرب الحدود مع بولندا. بلينكن ونظيره الأوكراني يبحثان الجهود الدبلوماسية لوقف العملية العسكرية الروسية. والبريطانيون سيتقاضون 350 جنيها استرلينيا شهريا لفتح منازلهم لاستقبال الأوكرانيين. ومن صحيفة لوموند، الفرنسية جو بايدن وإيمانويل ماكرون يؤكدان التزامهما بدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على أفعالها. روسيا تطلب عتادا عسكريا من الصين. الوباء يتصاعد، وضع حرج في ألمانيا، وطفرة جديدة في الإصابات بفرنسا. ومن أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم نطالع من الأخبار. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يقول خطة متكاملة للنهوض بشبه جزيرة سيناء تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية. أما في صحيفة الجمهورية، شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لحكماء العالم: أطفئوا نيران الحرب الروسية الأوكرانية. أما في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقول: ندين الهجوم الصاروخي الروسي على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في يافوريف بأوكرانيا. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الخليج: طن فاكهة وخضروات للأفيال. استمتع نحو 60 فيلا أمس بمأدبة ضخمة من الفاكهة والخضروات في متنزه للنباتات خلال اليوم السنوي للأفيال في تايلاند. وتعتبر الأفيال مصدرا للفخر الوطني ومعلما من الهوية الثقافية لتايلاند ومعلما من الهوية الثقافية لتايلاند، كما تستخدم في العمل والتنقل، إضافة إلى أنها رمز لانتصارات المحاربين والملوك في ساحات الحرب. وفي ديلي ميل البريطانية، تنظم دار سودي باير للمزادات أول مزاد مخصص للرسامين السرياليين في باريس. يتوقع أن تصل قيمة الأعمال فيه إلى 30 مليون يورو، وهو أعلى مستوى في فرنسا هذا الموسم. وتعد لوحة بافونيا العائدة لعام 1929 من أهم لوحات المزاد، وتراوح سعرها بين 6 ملايين يورو و8 ملايين. ختام جولتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.